وهكذا مشاهدينا الأعزاء بسم الله وعلى بركة الله على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وفعاليات أول أشواطنا في هذا الموسم. رسميا ينطلق هذا الشوط عبر قناة الريان الفضائية. مرحبا بالمشاهدين الكرام في كل مكان. مسافات هذا اليوم هي 2 كيلومتر. تنطلق هذه السباقات بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. نتجه مباشرة لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى كأول معلنة رسميا إذاعيا في موسم 2018 في أول سباقاتنا المحلية. توازي على المركز الأول لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني، مضمرها محمد بن حمد بن مسفر الشهواني. حصل دخول وتسلل وقار. تتقدم لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، مضمر حمد بن طالب بن عمارة يقدمها في التضمير. الدور دور المركز الثالث، هنا الشعار الغرفاوي. وصال تتقدم لهجن الغرافة مع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، تليها على المركز الرابع وتتقدم الذهيبة أيضا من هجن الغرافة، مضمر سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل إلى المركز الخامس، وصلت وانطلقت فيه العسيلة لسعادة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان بن جاسم آل ثاني، مضمر بخيت بن سعيد بن حمد بن مسعود. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. تسلل على المركز الخامس من الفائزة من هجن إنتاج أم الزبار. هذه نتيجتنا 600 متر عن خط النهاية في شوط هجن أصحاب السمو والشيوخ المقدمة. انطلقت وقار، انطلقت وقار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. شعار اسطنبول على مقدمة الشوط يفتتح أول أشواط هذا الموسم. الشعار الغرفاوي خطير، يوسلوم هجن الغرافة في أول مسمى لها في هذا الموسم. هجن الغرافة ولا هجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني إلى الغرافة. هذا الشوط أول أشواط الموسم. تهانينا لداعم هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني ولأنجاله الكرام. عادت هجن عين خالد، ولكن غرفاوي غرفاوي وسلام يا الغرافة سلام. أسعد الله صباحكم بكل خير. تهانينا والناموس على فوز الذهيبة بهذا الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني، المركز الثاني وقار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ عبد العزيز والتهاني لحمد بن طالب بن عمارة. المركز الثالث، وصال هي من احتلت المركز الثالث من هجن الغرافة. تهانينا والناموس لهجن الغرافة ولسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني ولأنجاله الكرام. التهاني موصولة لسالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع وصلت فيه الزبارة من هجن إنتاج أم الزبار مع عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. المركز الخامس، المركز الخامس الفائزة من هجن إنتاج أم الزبار. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. وهذه الذهيبة في هذه اللحظات الذهبية تختطف وتنتزع أول أشواط الموسم الرئيسية. تهانينا لهجن الغرافة. دقيقتين هو التوقيت الزمني، دقيقتين 56 ثانية 46 جزء من الثانية. هجن الغرافة في هذا المسمى لها في هذا الموسم الذي تنطلق به تختطف وتحضر بقوة في بداية هذا الموسم. تهانينا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وأنجاله الكرام. سلام يا الغرافة سلام. التهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني وقار قدمت عرض تشكر عليه بشعار اسطنبول. دقيقتين 56 ثانية 69 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك وقار ولداعم هذا الشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. التهاني لحمد بن طالب بن علي الجربوعي. تهانينا لحمد بن عمارة. المركز الثالث أيضا يعود الشعار الغرفاوي ليحتل المركز الثالث. 3 دقائق ثانيتين
98 جزء من الثانية. تهانينا وناموس أيضا لهجن الغرافة على فوز وصال بالمركز الثالث. التهاني موصولة لسالم بن عامر